اليوم البنات جبت لكم جوج الوصفات سهلة وفعالة لقشرة الشعر، يعني قشرة دهنية او الجافة بالنسبة للناس اللي كيعانيو من القشرة عامة، سواء كانت جافة او دهنية. هاد الوصفات رائعة ووصفات مجربة ووصفات سهلة، ان شاء الله غادي تلقى معكم نتيجة وغادي تلقاو عليها نتيجة. يعني وصفات سهلة جدا وبسيطة، وصفات مجربة مني شخصيا، يعني وصفات اللي غتقضي لكم على القشرة. نتمنى تبعوا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش يعني التعليق ديالكم، وما تنساوش البارطاج. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. مرحبا بكم اليوم معي فيديو جديد على القناه، فيديو اللي غادي يكون زوين ان شاء الله. اليوم البنات جبت لكم فيديو جديد خاص بالناس اللي كيعانيو من القشره، يعني هذا الفيديو درته بعد طلب من واحد الصديقه ديالي يعني مصريه، نقول لها تحيه لك نيفين، تتعاني من القشرة، وقالت لي عافاك خديجة ديري لي وصفة للقشرة. غندير ان شاء الله ندير وصفة، ندير جوج ولا ثلاثة، يعني الثالثة غادي نقدر نقولها شفويا لحقاش ساهلة بزاف. المهم يعني القشرة فيها جوج انواع ديال القشرة، كاين القشرة الجافة اللي تتكون جافة تتبقى تطيح، وكاين القشرة الدهنية تتكون يعني تتكون دهنية تكون لاصقة، تتكون بحال شي قشرة غليظة وتتكون دهنية تتكون في الشعر. غادي من بعد غادي نتعرفوا على الاسباب ديال القشره والانواع ديال القشره. وكاين القشره اللي تتكون نتيجه عن الفطريات، كاين القشره اللي تتكون يعني نتج عن الصدفيه. المهم كاين بزاف ديال الانواع ديال القشره. المهم اللي معروف اللي شائع بزاف هو القشره الجافه اللي تتكون تطيح، يعني تتكون تشوفيها في حوايجك مثلا، تلبسي شي حاجه كحله تطيح لك في حوايجك. وكاين القشره الاخرى اللي تتكون قشره دهنيه وتتكون قشره غليظه. غادي نهبطوا نتعرفوا على الوصفات اللي جبت لكم اليوم، وصفات زوينه ومجربه الا تبعتيهم، وان شاء الله نتلاقاو من بعد. بالنسبه للمكونات البنات، عندنا هنايا البابونج، زهره البابونج، عندي هنا السلميه او الميراميه يعني جافه، واليازير جاف يعني ناشف. المهم طريقة التحضير، غادي ندوزو لطريقة التحضير سهلة جدا. المهم البنات هنا غنتعرفو على أسباب ديال القشرة. هناك عدة أسباب للقشرة، أولا التهاب الجلد الدهني، الإصابة بمشكلات جلدية، نقص بعض العناصر الغذائية بالجسم، عدم تمشيط الرأس بانتظام، الشامبو ومستحضرات العناية بالبشرة، الحمية الغذائية، يعني ملي تنديرو الحمية يعني ما تناكلوش بعض العناصر فهذا تيتسبب لينا في القشرة. وبالنسبة للقشرة الجافة، يعني قشرة الرأس الجافة، إن فروة الرأس الجافة تنتج قشرة جافة من خلال تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميت على فروة الرأس، مما يدفع فروة الرأس للتخلص منها عن طريق إنتاج القشرة. بالنسبة للقشرة الجافة، وهناك يعني قشرة رأس دهنية، بالنسبة لقشرة الرأس الدهنية تسمى قشرة الرأس الدهنية بالالتهاب الجلدي الدهني، وتكون أعراضه الحكة واحمرار فروة الرأس وتساقط الشعر، وسببها الرئيسي هو فروة الرأس الدهنية، ولها أسباب أخرى منها إفراط فروة الرأس في إنتاج الزيوت بشكل طبيعي مما يسبب تهيجها ووجود القشرة فيها. وهناك سبب آخر، عدم غسل الشعر بانتظام مما يراكم الأوساخ على فروة الرأس ويسبب القشرة. بالنسبة للناس اللي تيغسلوا شعرهم بزاف، يعني ما خصناش نبقاو نغسلوا شعرنا في الأسبوع بزاف، يعني مرتين في الأسبوع فقط. كاين بعض الناس ما تيغسلوش شعرهم، يعني تيغسلوا شعرهم مرة في 15 يوم، ولا ما تيغسلوش شعرهم مرتين في الأسبوع. الطريقة الصحيحة لغسل الشعر مرتين في الأسبوع، لا أقل ولا أكثر. وهناك أسباب أخرى اللي هي المشاكل الجلدية والعوامل الهرمونية. طريقة تحضير البنات سهلة جدا، يعني غادي ناخذ معلقة صغيرة من اللازير، معلقة صغيرة فقط، معلقة صغيرة ديال زهرة البابونج والبابونج، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من الميرامية أو السلمية، ونضيف عليها جوج كيسان تاع الماء، جوج كيسان يعني هذا فيه 100 مليلتر،
يعني ما يعادل 200 مليليتر، وغنديرهم فوق البوطه يعني يطبخوا لينا، ومن بعد نتلقاو نديرهم فوق النار ومن بعد نتلقاو. نقول لكم البنات في اي وصفه ضروري ما نغطيو، يعني ضروري من تغطيه الاناء باش زيوت الطياره ما تطيرش لينا والمنافع كامله تبقى لداخل. يعني غادي نخليو الخليط يطبخ لينا ونتلقاو من بعد. وبالنسبه للوصفه الثانيه يعني خاصه بالقشره، عندي هنايا معلقه كبيره ديال القهوه، قهوه مطحونه، قهوه عربيه يعني بدون اعشاب، قهوه عربيه. عندي هنا قشره ديال البرتقاله يعني مغسوله، قشره برتقاله، قشره فقط. وعندي هنا قليل من القرفه، قرفه مطحونه. وعندي هنا ماء يعني كاس كبير من الماء او جوج كيسان، يعني ما يعادل 100 مليلتر، جوج كيسان منهم يعني 200 مليلتر. ندوزو لطريقه تحضير الوصفه الثانيه كمان يعني نفس الطريقه. يعني تنحاول نبسط الاخت نيفين لان ما تتفهمش الدارجه المغربيه، تنحاول انني نبسط ليها بشويه. المهم تناخذوا معلقه كبيره من القهوه يعني البن، قهوه مطحونه بدون اعشاب، يعني قهوه اللي كنشربوا. اللي كان عندي هنا قشره برتقاله، قشره الليمون نضيفها كامله. عندي هنايا قليل من القرفه، قرفه مطحونه، نضيف جوج كيسان من الماء يعني او كاس كبير ما يعادل 200 مليلتر. وراح نغطيها يعني نغطيوها ونديروها فوق النار حتى يعقد لينا يعني الخليط يولي عاقد، ونتلقاو من بعد ما توجد الوصفه نتلقاو. الوصفه الثانيه كمان راح نغطيها، يعني ضروري ان نغطيو الخليط باش كمان زيوت الطياره ما تطيرش لينا. هنا بالنسبه للوصفه الاولى يعني وجدات، غنخليوها تبرد شويه عاد باش نصفيوها ونديروها في بخاخ، ومن بعد نتعرفوا على طريقه الاستعمال ديالها. نخليوها تبرد ونتلقاو بين ما وجدت لينا الوصفه الثانيه. البنات من بعد ما بردت الوصفه هذه غادي نصفيوها، يعني نصفيو الماء، يعني بقى كاس قبيله درنا يعني جوج كيسان وبقى كاس يعني شربات صافي. يعني وغنديروه في بخاخ بسم الله، يعني نديروه في بخاخ الوصفة هي جاهزة. ندوز الوصفة الثانية. بالنسبة للوصفة الثانية يعني هي هذه، من بعد ما حيدنا خليناها تبرد فوق البوطة، غادي نحيدو منها قشور ليمون، هذا القشور هذا. وعلى فكرة ممكن ديرو قشور ليمون محكوك، يعني إلا بغيتو ديرو قشور ليمون محكوك ديرو. صافي غادي نحيد قشور ليمون، نحيدو بفرشيطة، بالنسبة للوصفة هي هذه اللي بقات لينا، وقشر الليمون هو حيدناه، يعني تنعصرو هداك الشي اللي بقى منه تنعصرو. صافي الوصفة يعني سهلة بلا ما نصفيوها بلا والو، نضيفوها في هاد الإناء. يعني إناء يكون تاع الزجاج الأفضل. صافي المهم وصفات هما صاروا جاهزين بجوج. ندوزو لطريقة الاستعمال ديالهم ديال كل وصفة نتلقاو من بعد نشرح لكم. المهم البنات انا رجعت لكم من بعد ما وجدنا الوصفات. الوصفة الاولى اللي عبارة عن الازير والسلمية والبابونج هي هذه مع الماء، الوصفه الثانيه اللي فيها القهوه وقشور الليمون والقرفه هي هذه.
يعني الطريقه الاستعمال ديالهم ديال كل وصفه. غادي ناخذوا هذه الوصفه الاولى غادي ناخذوها ونديروها على فروه، هما البنات غادي ناخذوها ونديروها على فروه الراس، يعني نديروها بخاخ وندلكوا فروه الراس بيدينا، نديروا مساج لفروه الراس ونخليوها من نص ساعه حتى لساعه، ومن بعد نغسلوا شعرنا. يعني ممكن نغسلوا بدون شامبون، يعني نغسلوها بالماء. الا كانت القشره كثيره بزاف ممكن ديريها يوميا، كانت القشره يعني شويه ما كثيرهش بزاف ممكن ديريها يعني 3 ايام في السيمانه، يعني 3 ايام في الاسبوع هاد الوصفه. الا كانت كثيره بزاف ديريها يوميا، الا كانت كثيره بزاف ممكن ديريها يوميا ولا 4 الخطرات في الاسبوع ولا 5، يعني على حسب انت علاش قديتي. كانت ما كثيرهش بزاف ديريها 3 ايام حتى 2 خطرات في الاسبوع، يعني الا ما كانتش كثيره. بالنسبه لهاد الوصفه حتى هي غادي ناخذوها، غادي ناخذوها وندلكوها حتى هي لفروه الراس ونخليوها حتى هي من ساعه حتى لساعه، ونغسلو شعرنا. يعني ملي نغسلو شعرنا ما نغسلوش بماء سخون ولا سخون بارد، يكون دافي، يعني ما يكون لا سخون لا بارد. بالنسبه لهادي على فكره ممكن الليمون تقشروه وتحكوه وديروها فيه. وبالنسبه للوصفه الثالثه يعني سهله جدا، يعني بغيت نديرها معكم ساعه سهله، ديال خل التفاح والماء. يعني تناخذوا كاس من خل التفاح مع كاس من الماء وتنخلطوهم وتنديروهم في بخاخ، وحتى هي نبقاو نديروا شعرنا ونخليوها نص ساعه ونغسلوها. واللي ما عندكش خل التفاح ممكن ديري الليمون الحامض، يعني الليمون عصير ليمونه مع كاس الماء ونديروه في بخاخ ونديروا فروه الراس ونشقوا به. ان شاء الله مره اخرى ندير معكم وصفات اخرى بالنسبه للنيفي، نجربي هذه الوصفات وان شاء الله باش ما كنقولي ليا الا ما لقاوش نتيجه ندير لك واحد جوج وصفات اخرين، يعني جوج وصفات اخرين مركبه. يعني انا بديت معك بوصفات سهله، الا ما كانش ندير معك وصفات اخرى مركبه. الا يعني اللي عنده قشره عاديه، يعني ماشي قشره ديال الجلد انها مريضه، فهاد الوصفات غادي يقضيو معها. اما اللي عنده قشره ديال الصدفيه ولا قشره ديال الفطريات ولا قشره يعني ديال الجلد مريض، يقدر يبغي وصفات مركبه، وندير ان شاء الله وصفات مركبه لديك القشره. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، وهذو هما الوصفات ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وديروا البارطاج للفيديوهات بالنسبه للناس اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال القشره، يعني قشره ديال الراس سواء كانت جافه او دهنيه. والسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.